السنة دي في موسم دراما رمضان، وزي ما احنا متعودين كل سنة كان في مجموعة من الوجوه الجديدة اللي قدرت انها تسيب أثر مع الجمهور والمشاهدين. طبعا من بين يعني الوجوه دي وأبرزهم كانت مربوحة في الكبير قوي، واللي حصلت على أوراق اعتمادها من الجمهور من أول حلقة في المسلسل ودخلت قلوب الناس، وده غير وجوه شابة كتير كانت موجودة في الكبير قوي وفي مسلسلات تانية. بنتكلم على نور النبوي في راجعين يا هوا، بنتكلم على العترة ونفادي وتوازى في الكبير، بنتكلم على أحمد إسماعيل في الاختيار. هنشوف مع حضراتكم من خلال التقرير كل هذه الوجوه الشابة. في كل سنة ومع انتهاء حلقات مسلسلات دراما رمضان لازم تظهر مجموعة من الوجوه الفنية الشابة اللي بتسيب أثر مع الجمهور والمشاهدين. في منهم اللي بيستمر وبيحقق نجومية كبيرة بعد كده وبيتم وضعه تحت مايكروسكوب المخرجين وصناع الدراما، ومنهم اللي الحظ ما بيحالفهوش، لكن السنة دي كان في مجموعة استثنائية من الوجوه الجديدة اللي أكيد هيكون ليهم مستقبل كبير خلال الفترة اللي جاية. يعني مثلا في الجزء السادس من مسلسل الكبير قوي خرجنا بعدد كبير من الوجوه الجديدة زي رحمة اللي حققت نجاح كبير ومبهر في دور مربوحة من بداية ظهورها في الحلقات الأولى، تصدرت الترند والجمهور اتعلق بيها. تعرف يا كبير؟ يا بوي انت براك قساوة بس عينيك كلها شجاعة. دي كانت ايه على التيك توك اللي كان بيزفك؟ لا عينيك فتحات عليك تضيقة عين وبريجة تجيب التخين الأرض. كمان حاتم صلاح أو نفادي صاحب مشهد لعبة الصبيط في الكبير قوي اللي سطع نجمه في حلقات المسلسل. فوق بس يا كبير، شكلك لسه صح. فعلا لسه صح. يعني لو خيروك ما بين نفادي صديق عمرك وبين مرتك وعيالك هتختارهم هما برضك؟ لو خيروني ما بينك وما بين كيس بوزو هختار كيس البوزو أي نكهة، حتى لو بالعسل؟ حتى لو بالكبدة. وشخصية طبازة للممثل الشاب عبد الرحمن حسن اللي حقق من خلالها نجاح كبير. يعني إيه؟ إيه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لو خسرنا المسابقة عن الكهرب ونموت؟ أيوه. ليه؟ إيه؟ ليه؟ انضم برضه لكتيبة الكبير في الوجوه الجديدة مصطفى غريب اللي جسد شخصية العترة ابن الكبير في العمل. أنا العترة ولدك يا أبوي. أنا أهلي ضمن إنك ولدي. بقول لك يا أبوي. حت أمك. يعني لو قلت لي يما صدري هيحن ورضعك. الحقني يا عمو. في مسلسل راجعين يا هوا ظهر الفنان نور خالد النبوي في تجربته الدرامية الثانية بعد ظهور السنة اللي فاتت في الاختيار 2. نور برضو حقق نجاح كبير وقدر يلفت أنظار الجمهور بالدور اللي جسده. ما تيجي معي الشركة ولا؟ أنا؟ هاجي معك الشركة أعمل إيه؟ اشتغل. اشتغل؟ هفكر. بس يبقى عندي 5 موظفين، مكتب كبير، مرتب كبير، ومفيش خصومات. كمان الفنان الشاب عمرو جمال اللي شارك بتجربتين خلال الموسم الدرامي وهما سوتس بالعربي مع آسر ياسين وأحمد داوود، ومسلسل مين قال اللي ظهر فيه بدور طايل. مشغول ولا اتحلق لك؟ قالوا لك قعدوا كبار وبتاع ده. الصراحه اتحلق لي. انت كمان اتحلق لك قبل كده كتير. انا النبغ اللي شغال مع ادري.